انا مش مصدق اللي بيحصل ده، ده جنون يا بنتي. اهو الجنون ده بقى اللي انا قاعده فيه من امبارح. طب ابوكي ده ايه؟ ملوش دخله يعني؟ يا عم اقسم لك بالله حاولت معاك كل المحاولات اللي ممكن حد يحاولها، بس هو عيند جدا ودماغه مقفله. بقول لك ايه؟ ما تسافريش، هيعمل ايه يعني؟ هيربطك وياخدك غصب عنك؟ اكيد لقاش. لا لا لا، انا ما ينفعش اتعامل معاه بالطريقه دي خالص. الموضوع هيكبر وهيقلب عنده حاجه على دماغنا في الاخر، ومش بعيد ما يدفعليش مصاريف الجامعه هنا. عشان كده بقى انا قررت ان انا ما ادلوش الفرصه دي، وسبت له البيت كده يضرب يقلب لحد ما اشوف اخرتها معاه ايه. اه بس اعتقد يعني انت كده خسرانه ولا ايه؟ خسرانه في ايه؟ انا مش بفكر في الفلوس، انا مش بفكر غير في مستقبلي وبس، ومش شايفه حاجه غيره. وكمان يعني انت فاكره ابوك لو عاوز يوصل لك مش هيوصل لك؟ ده هيوصل لك وبسهوله كمان. صح عندك حق، وده بيستخبى عليه حاجه. عشان كده بقى انا قررت ان انا استخبى في مكان لو لف حوالين نفسه كده مش عارف يوصل له. رحت عند الدكتور سائر، دكتور عندنا في الجامعه. نعم. في ايمن مالك؟ انت غيران ولا ايه؟ ما تمسك نفسك شويه. غيران يا بنتي؟ تعبيطه؟ لا انا قصدي يعني ومراته، يعني هيبقى شكلك قدامها ايه؟ هيبقى شكلك وحش قوي يعني. مراته؟ لا يا عم ما تقلقش، سائر مش متجوز. مش متجوز؟ وانت ازاي يا قاشة تقعدي مع واحد غريب؟ مش خايفه منه؟ سائر؟ انا خاف من سائر؟ ده انت تخاف على سائر مني. بقول لك ايه، ده سائر ده فنان خالص في نفسه كده، ملوش حاجه خالص. طب وعلى ايه ده كله؟ ما كنت كلمتيني وشفت لك انا مكانه خلاص. يا عم ما انت لسه قايل ان هو ممكن يقدر يوصل لي بسهوله في اي حته، وبعدين هو انت ما تعرفش يعني ان هو عارف ان انا وانت متصاحبين ممكن يوصل لي عن طريقك؟ وبعدين تصدق بالله دكتور سائر بقى ده الوحيد اللي عمال يقنعني ان انا ارجع البيت واتكلم معاه بالراحه وبهدوء، بس هو ابويا عيني دي جدا ومش عايز يتكلم اصلا في الموضوع. بصراحه ايمن انا احترت ومش عارفه اعمل ايه، ارجع البيت ولا افضل كده هربانه؟ ما تقول لي حاجه يا ايمن بما انت واقف كده. والله يا ياش مش عارف اقول لك ايه، بس انت لو شايفه ان ده في مصلحتك خلاص اعمل ايه. بس كنت كلمتيني قلت لي كنت انا اتصرفت. ايه الهزار ده؟ بطل غباء. الله دخلي شويه يا عم، بطل غباء بقى. ده الرخامه دي.